في قبضة رجال الأمن. مواطنان وثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة ثمان مركبات داخل الأحياء وبيعها بعد تجزئتها. تم القبض. مواطن قام بإطلاق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق في مركز خيبر الجنوب، نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة. تم القبض. مواطنان ارتكبا عددا من الجرائم تمثلت في سرقة ثلاث مركبات كانت في وضع التشغيل و174 هاتفا متنقلا وحيازة ثلاث أسلحة نارية. تم القبض. ستة مقيمين من الجنسية الهندية ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية للاستيراد تعود ملكيتها لمواطن، وضبط بحوزتهم 3,413,248 ريالا. تم القبض. ثلاثة مواطنين قاموا بارتكاب عدة جرائم تمثلت في سرقة 22 مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها. تم القبض.